بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في خبر إن شاء الله صار بالنسبة لكم، هو مش رسمي ولكن هنشوفه مع بعض. إعلام مستشار الكيمياء بخصوص المسألة هتكون 2.4 و96، وأكد على الرأفة في التعليم، وإحنا في انتظار المنشور الرسمي. يا رب يكون ده خبر صار بالنسبة لكم، وإن شاء الله إحنا في انتظار المنشور الرسمي. تعال نشوف بقى النهاردة إيه اللي حصل في اجتماع اليوم لمناقشة نموذج إجابة امتحان الكيمياء. هسيب لكم الورقة تقروها، ويا رب تكون أخبار كويسة بالنسبة لكم.